مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين سطيف في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الجديده من امام محكمه الاستئناف. اليوم كنتواجدوا مع هذه السيده هذه اللي عاشت الظلم وعاشت الحكره في زمن 2023. اليوم كنتواجدوا مع هذه السيده هذه اللي عاشت واحد الظروف مع الزوج ديالها اللي كما كنقولوا الزوج خاص يكون سند وخاص يكون واحد الجسم في بلاصه الاب ديالك والام ديالك هو النصف الكامل. حيدا بنتي من هنا النصف الكامل ديالك. اليوم كنشوفوا ان الزوج كيطلع على هاد المراه كيطلع عليها الرجاله سكرانين، هاد الزوج كيطلع على هاد المراه كيحط حداها الشراب، كيحط حداها الدراري صحابو. هاد السيده مابقاش بقى بلا هاد الشيء، عاشت الفقر، عاشت التهمش، عاشت الضرب، عاشت الجرح، عاشت الفساد من طرف الزوج ديالها، عاشت الزوج ديالها كيطلع عليها الرجاله حتى للدار. هل من مراه غتقبل هاد الشيء؟ رغم ذلك انها تقبلات هاد الشيء وعاشت معاه لمده سنوات، ولكن اليوم طافح الكيل. كما كنقولوا وصل الماء للذوبه. اليوم هاد السيده هذه باغات تبان بوجه مكشوف، بغات توضح اللي قال. وعلى حسب ما كتقول انا كتقول السيده اللي ساكنه عندها انها كدير الفساد، كدير الدعاره، خلاتها حتى مشات باش عند اختها وطلعت راجلها للدار، جاب الشراب، جاب كل شيء. على حسب ما كتقول هاد السيده الصبر ديالها تقاضى، واليوم غادي نعرفوا شنو طاري ليها. بنتي حيد، يلا حيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. شوفوا صوتي راه ما بقيتش كنقد نهضر به. انا اضطريت بزاف 14 عام وانا مضروره، وهاد الناس ديال مدينه الجديده انا مجوجه بحد الراجل كيتكلفس عليا، كيشرب اللحيه، كيخرجني مع جوج ونص ديال الليل، اربعه الليل، ثلاثه ونص ديال الليل. انا عيت ومليت باش هاد وليدات ينعسوا في دارهم. كيتكلفس عليا وكيخرج الدراري بالليل، كيقول لي برا الا ما جبتش ليه الفلوس، كيقول لي نوضي خرجي طلبي وجيبي لي الفلوس. يعني هاد السيد كيقول لك سيري خرجي ديري الفساد باش تجيبي لي الفلوس. جيبي لي الفلوس. انا عيت ملي كنقول لي باش نجيب لك فلوس، كيقول لي لا ضروري تجيب لي الفلوس. كنخرج حاجه كنطلب باش نجي نعطي هذيك 400 باش ندخل وليداتي نعسو. مو مشكل كنعطي 400 كيعرق ماحية كيمشي يجيب ماحية وما كيخليش الدراري نعسو، كيخليش الدراري نعسو. ودابا انايا كنتمنى منكم الخوت، درت 40 شكايه في المدينه الجديده، 40 شكايه للامن الوطني، الامن الوطني في المحكمه وفي البوليس. كنشوف تلعيا كنبات في الزلقه حتى كيصفع الحال. انا عيت ومليت، انا راني باقا صغير وتكرفس 15 عام 14 عام وانا مكرفس انا وليداتي في الزلقه. ودابا ملي مشيت كريت وجمعت الفلوس، جمعت 8000 ريال وكريت واحد المراه في السيد الداوي. ملي كريت عندها ناد راجلها مشى جابو قال لي تعالى تشوف مرتك راه في الكاريه، تعالى دخل انا. جيت انا بيت عند اختي، دخلت البيت كاين بان لي الماء مهرسين، مرت مدكدكين، كلشي مدكدك. انا عيت ومليت. شوفوا صوتي كيدير، شوفوا صوتي، حالتي 4 ايام وانا مريضه. ملي لقيتو كيشفرني كيدير البنات اليتامى الدراري صغار تكرفسوا بزاف. انا عيت وليت عايشه في الدواء، وليت عايشه بزاف الحوايج. غير انتيا خاصك كيفاش توصلي الرساله، كيفاش تهضري، كيفاش تعرفي تتعاملي بحال هاد الامور. انا كنوصل الرساله للناس اللي حلفوا يحلفوا وليداتي ما يبقاوش مشاركين في الزنقه، حيت دابا وليت متشرده. خاصهم سكنه، خاصهم باش يعيشوا، خاص هاد الوليدات باش يقراو ما يتكرفسوش، حيت انا تكرفست. خاص وليداتي باش يقراو باش يعيشوا، باش يقراو، باش يديروا مستقبل، حيت انا عيت ومليت، عيت ومليت. الدار اللي ساكنه فيها من بعد ما عرف دخلتي ليها في الاول كتسحبي فيها ناس مزوجين، باش تفاجات؟ باش تفاجات كتسحب لي ناس مزوجين، تبقيت فيها الفساد. هاد مولات الدار كدير كتدخل دريات ودراري، وانا هربت من داك الشيء، هربت من الراجل والمشاكل باش نرتاح، باش نسكن هاد الوليدات ما يعيشوش في الزنقه. كنسمع اللي طالع واحد. كنسمع طالع واحد، طالع جوج، طالعين ثلاثه. انا عيت، شوفوا الناس من صوتي كيفاش وليت انا مريضه. انا مريضه بزاف دابا، انا كنشرب غير الدواء عايشه به. مرات انا عيت باش ناخذ حقي، ما كناخذش حقي. شنو الطلب ديالك من الناس المسؤولين؟ المسؤولين ينوضوا يوقفوا معايا ويوقفوا مع وليداتي، حيت وليداتي تكرفسوا بزاف، وليداتي تكرفسوا بزاف. خاص الامن وكل شيء يوقف معايا باش يرجعوا لدارهم، وهذاك الراجل حيد لي الزوافريه من الدار وما بقاش يتكرفس عليا، ولا يمشي للحبس. هادو جوج حوايج، عدد الوليدات باش ما يضيعوش. يعني مشاهد اجنبي، مشاهدين ومتابعين في التلفزيون كما سمعتوا معنا الكلام ديال السيده هذه اللي كلام كيصدح في القلب. كنتمنوا من السلطات ديال الامن المدينه الجديده انه يتدخل في هذه القضيه.
في اقرب وقت ممكن لانه ولات قضيه راي عام بعد ما اللايف اللي درنا معها في وسط الدخول اللي تهجم على هذاك السيد. اليوم بانت بوجه مكشوف وصراحه المشكل اللي واقع لها. كنتمناو من الامن ديال المدينه الجديده انه يدخل في اقرب وقت ممكن بها لا ما يمكنش نبين ولاد بهذا. مشاهدي ومتابعين شوف تيفي نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء.